شرع الحجاج الشاديون في زيارة لعدد من الأماكن المقدسة، وذلك بعد وصولهم إلى المملكة العربية السعودية. مفادنا إلى هناك علي فاضل قديركي. بعد جولة إيمانية لزيارة المقدسات الإسلامية بالمدينة المنورة، حيث شملت الجولة زيارة الحرم النبوي الشريف والذي به قبره صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبو بكر وعمر، وكذا زيارة مسجد قباء وجبل أحد. وبعد ختام هذه الجولة يغادر الفوج الأول من الحجيج التشاديين البالغ عددهم 496 حجا نحو مكة المكرمة لبدء مناسك الحج. وكان في توديع الفوج الأول نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والأمرة، والذي قال: الحمد لله، نحن في أراضي المدينة المنورة وفي تفويج أول طائرة، ونحمد الله سبحانه وتعالى. يعني تشوفوا الباصات هي الحمد لله مليئة، والباقين في انتظار الركوب، وإن شاء الله سيتوجهوا إلى مكة المكرمة في أقل من ساعة من الآن. ونذكر بأن آخر فوج سيغادر المدينة المنورة